السلام عليكم، مرحبا. إلكترو شبليدة دائما. اليوم دائما فيديوهات من الدورات الاحترافية للباور. اوكي، فكل كل ديفايس لها علاقة بالباور، ولازم تكون احترافية في الباور. الحمد لله جاتنا هذه الغسالة فيها مشكل باور، كتير يغير الاي سي، يغير مثلا الكاباسيترز، يغير مثلا يقولك مشكل في الاي بي ام او مشكل في المعالج، ولكن هو المشكل هنا في التشوبر، هذا محول الترددي، على محول العالي التردد، جي صغير، ولكن هو يخرج تيار عالي شوي. المهم لقينا مشاكل في التشوبر، ولكن انا عاودت عاودت فتحته وحاولت نلفه مره جديد. الحمد لله. هاي قدامكم التشوبر تبعنا، هذا تشوبر المحول، هاوليك. هذا النوع اسمه الاي ار، هاوليك. هذا احنا نلفوه ندوره جديد، والحمد لله يشتغل نظامي ان شاء الله. لحظة، نكمل الفيديو بعد الاذان. الحمد لله. الحمد لله قلنا كان عندنا مشكلة تشبر، الحمد لله عودنا لفينا التشبر، الحمد لله اشتغل ما شاء الله. نجربوا الكارت، هذه الكارت سهلة. عفوا ما حطيتش اليوم الديفايسز الأخرى، مثلا مضخة المياه إلى آخره، الفيزي الكتروفان، لابوم، ونجربها على الله تشتغل ما شاء الله. نظام ما شاء الله، بسم الله. هاي اشتغلت. أول شيء أنا البوردة شغالة 100%، ما فيش مشاكل. ثاني شيء نشوف لو عندها مشكل، هل تعقل تتأكد ان الباب شغال والفواشة شغالة. نغلط، نضغط على ستارت، راح تخرج لنا خطأ دي اللي يوقف الباب. وقف الباب تحت سهل جدا. الفيش اليلو الصفراء، ها سمع ان شاء الله. راح نسمع رولي تبع احد المضخات، بسم الله. احنا نعطيها شوية هواء، تسمع الموتور شوي، راح يشتغل ان شاء الله. نزلت له شوية هواء، الحمد لله. لو اشتغل المحرك، دائما عندنا محرك انفرتر، اوكي، هذا محول انفرتر، محرك انفرتر نحطه الكاميرا نشوف هل فيه سخونة على البورد. الحمد لله نشوف انه سخونة عادي، 40 درجة، ممتاز، عادي عادي، كل بورد تمام، ما فيش سخونة الحمد لله، سخنة كاع ما كاش الحمد لله. نطلع شوية هوا، الحمد لله. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. بالنسبة لهذه الكارت حابين نحطه تغمق كتير في البوردة. بالنسبة لللف، هاو اللف سهل جدا، الإنسان يحاول يلف، هذا طريقة اللف، الطريقة العكسية. هذا النوع ساندويتش، حذري، هذه منطقة ساندويتش، أصحاب في الاحترافية تفهم وش ساندويتش. عندك واحد، عندك اثنين، ثلاثة، أربعة، اثنين وخمستاشر دبل، وعندك ثلاثة سينجل، عندك سينجل وان دبل، اثنين دبل، ثلاثة عفوا، ثالث سينجل، رابع دبل، وعندنا الساندويتش الثاني اللي هو 18، 18 لفة، 35 لفة، 2 لفة دبل، 15 لفة دبل، عندك 18 لفة سينجل، عندك ثاني ساندويتش اللي هو 18 لفة. اوكي، ان شاء الله تكون استفدتوا ان شاء الله معنا في الفيديو هذا. هذا النوع حطينا له
لقينا الباك كونفرت تبعهم الخمسة فولت يعني مضرور، فبالتالي كان لازم نغيره، والحمد لله اشتغل نظامي والحمد لله. هذه مشكلة هنا في الأطفال، هاي تشتغل نظامي الحمد لله. دائما إلكتروشيبيدا، السلام عليكم.